كل اللي ساكنين قصاد مستشفيات اكيد فاهمين اللي انا هقول عليه دلوقتي بالظبط، اكيد شافوا اللي انا شفته واكيد حسوا باللي حسيناه. يعني انا جدتي البيت بتاعها كده والمستشفى قصادها كده بالظبط كده نفس السور، وجدتي كمان كانت ساكنه في اخر دور واخده الشقتين على بعض بالروف، تنشر الساعه 3 الفجر او الساعه 2 بالليل 3 4. وطبعا احنا كعيله بنروح نقعد عند جدتنا اسبوعين 3 في الوقت ده كله. ساعتها كان عندي 10 سنين. المستشفى اللي انا بقول عليها دي مستشفى احمد ماهر، انا ساكنين في اخر دور، وطبعا اخر دور بتاع المستشفى انت تخيلوا بقى، انا شفت واحد واقف لابس ابيض في ابيض انا شايفاه يرمي نفسه ويقع ويطلع تاني، فدخلت التيتا بسرعه جدا، طلع تيتا في واحد بيرمي نفسه ويطلع تاني بسرعه قوي، قالت لي ما تبصيش عليه، رحت سالت حد تاني ما تبصيش ما تبصيش. فساعتها جدتي دخلتنا وما نشرناش الغسيل ولا عملنا الحاجات دي كلها، بس ساعتها كان الموضوع لازق في دماغي جدا. تاني يوم طبعا احنا قاعدين عندهم وكل حاجه، انا سرسبت كده طبعا، البيت لما بيتجمع والعيله كلها متجمعين كلنا بنسهر للصبح ما حدش بينام، فرحت طبعا انا واولاد خالتي خدتهم، وفي واحد وقف هنا على سور المستشفى رمى نفسه وطلع بسرعه تاني، تعالوا نروح نشوفه واللي حصل كده. رحت انا شفت بني ادم عنده شنب كده ولابس ابيض في ابيض يرمي نفسه وينط تاني، وبعد كده لقيناه فجاه بيقرب علينا السور كده، بصوا السور كده كده وكده، فلقيناه طاير كده وبيقرب علينا فجاه، واحنا كلنا رحنا مصوتين ومشينا، طبعا احنا كلنا صغيرين صوتنا ومشينا. وساعتها عرفنا طبعا بعد كده طبعا اللي طبعا في ناس من العمال في المستشفى بيجوا ويساعدوا تيتا في البيت. القصه بتاعته ايه بقى؟ القصه بتاعته كالاتي، هو طبعا ليه حبيبه حملت حادثه ودخلت المستشفى، فربنا اختارها وتوفى، هو ما قدرش يستحمل الصدمه بتاعتها وراح طلع اخر دور في المستشفى، فطلع اخر حاجه وراح رامي نفسه. من ساعتها عفريته بيطلع في المكان ده ولغايه وقتنا هذا، تقدري تروحي تسالي، تقدروا تروحوا تشوفوا بنفسكم، لغايه دلوقتي عفريته بيظهر كل يوم الساعه 3 بعد نص الليل يرمي نفسه ويطلع تاني. فسالت مره جدتي هو ليه العفريت ده او ليه روحه بتبقى متعذبه في الدنيا، يعني كلام الكبار يعني بيقولوا هم بيعيشوا الروح بتعيش او العفريت بيعيش، او انا مش عارفه عفريت ولا جن ولا عارفه ايه ده بالظبط، بس اكيد دي روح يعني نفس عدد عمره، يعني هو 10 40 سنه هيفضل طول ال 40 سنه روح متعذبه في الدنيا، بعد كده بتروح عند ربنا. ما اعرفش ده صح ولا غلط، ومحدش يركز في الحاجات دي، محدش يبص على الحاجات دي. لو انتوا عندكم اطفال صغيرين وشافوا الحاجات دي صدقوهم، انا كان عندي عيلتي مش عايزه تسمع حتى الكلام ده وكانوا يبعدونا على طول، فالفضول كان بيقتلنا والروح عايزين نشوف كان ممكن نتاذي او ممكن يحصل لنا حاجه لا قدر الله، لاننا بنسمع حاجات كتير وحشه جدا، وبالذات الناس اللي عايشه جنب المستشفيات بيسمعوا اصوات صعبه جدا كمان بالليل. انا مش عايزه بس احكي في المواضيع دي، بس الموضوع ده حبيت بس اقول عليه مهم جدا. ناس من ساعه ما نزلت موضوع ان انا الجراء اللي عندي ورحت بيت ذكرى جات لي قصص كتير قوي قوي لناس فعلا شافوا اللي انا شفته وعاشوا اكتر من اللي انا عشته بكتير، ومأذيين لغايه دلوقتي، وبالذات كمان الناس اللي جنب المستشفيات. وبسبب القصص دي انا افتكرت القصه بتاعتي وحبيت اقول عليها النهارده. فخلوا بالكم، اقروا القران كتير، صلوا كتير قوي قوي قوي، ولو شفتوا حاجه زي دي داروا عينيكم وكملوا وامشوا ولا اكنكم شفتوا حاجه خالص.